اول مره وبعدين يرجعها صابر الى محمود ماهر. تمريره من ماهر هتعمل له مشكله. اراها كويس قوي البدري، خطير مصطفى البدري، البدري عرضيه اجاييه اجاييه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد اجاييه 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 ايه اجاييه ده؟ اجاييه بتاع زمان يا ولد يا لعيب. الراجل جياله وعارف هيحطها فين. نجم النادي الاهلي السابق اللي ليه تجربه احترافيه مع النصر الليبي، جه مع سموحه وغاب فتره كبيره ولكن رجع بقدراته التهديفيه. جون امام الاسماعيلي وجون النهارده لجونيور اجاييه. هنشوف حكايه الهدف من تاني. 4-0، مباراه كبيره النهارده للفريق السكندري نادي سموحه. ادي صلاح امين المدرب العام في جهاز الكابتن احمد سامي، وادي بدايه الحكايه من عند مصطفى البدري، شايف كويس قوي. وادي السنده والتانيه يا ولد يا ولد، لو قعد يومين ثلاثه محمود ماهر ما يقدرش يعمل لها حاجه، بيتفرج عليها زينا تماما، بيصور الجون كمان من جماله. يا سلام يا اجاييه، ادي الاجوان الحلوه، الاجوان اللي اتمتعت جونيور اجاييه. 4-0 في مباراه